السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في إفطار جديد وسفرة جديدة من سفرة هنية على قناة تن. قبل ما نشوف هنعمل إيه النهاردة، الطاجن بتاعنا اللي بيضرب نار بمعنى الكلمة. هنتكلم الأول على بروش كريم زي ما احنا متعودين مع بعض، بروش كريم اللي بالكولاجين. اتفقنا إن مادة الكولاجين هي أهم مادة بتزيل أثار التجاعيد، واتفقنا كمان وعرفنا ان احنا ممكن في سن صغير نبص نلاقي مطرح ما بنضحك، مطرح ما حد بيبقى مكشر على طول، نلاقي كده في خطوط، في اثار على الجلد، وخصوصا لو البشره مش مترتبه كويس، يعني ناقصه تغذيه وناقصه ميه، فالبشره بتبقى جافه، سهل جدا جدا ان اي خطوط تظهر حتى لو في سن صغير. النهارده معانا بروش كريم، كريم تفتيح وترطيب وازاله تجاعيد. لما بنقول ترطيب، اتفقنا ترطيب يعني مادة البنسينول اللي كلنا عارفينها وعارفين أهميتها في ترطيب الجلد وترطيب البشرة. البنسينول اللي هو من المواد المكونة الأساسية لبروش كريم. تاني حاجة عندنا إزالة التجاعيد المسؤول عنها الكولاجين اللي موجود في بروش كريم. طيب التفتيح قلنا ان هو في خلاصة العرقسوس اللي بتعمل على تفتيح البشرة من أول مرة بتحط فيها بروش كريم. وكمان اتفقنا ان هو مش مجرد ممكن يتحط على الوش بس، لا ده بيتحط على الجسم كله، بيفتح الجسم كله، بيعمل ترطيب، بيعمل ازالة تجاعيد. واتفقنا كمان ان من اهم الحاجات الحلوة جدا اللي بيقدمها لنا بروش كريم ان هو بيقلل جدا من النمش، وكمان بيزيل او بيضيع الكلف الناتج عن الحمل. تخيلوا بقى حاجات صعبة جدا، حاجات كل حاجة لوحدها لو جيت استخدمها برة او اعملها برة في مراكز التجميل هتكلفني ما لا طاقة لنا به، لكن في بروش كريم مادة الكولاجين الغالية جدا جدا، بروش كريم غني بيها، البنسينول، فيتامين سي علشان يديني تقوية للمناعة، وفي نفس الوقت يخليني البشرة نضرة جدا جدا، بتتنفس كويس، لونها وردي زي ما بنقول، بتبك فيها الدموية. ده كده بالنسبة لبروش كريم. أهم حاجة بأكد لكم عليها إن هو موجود في أي صيدلية قريبة من البيت عندك، تقدري تنزلي تروحي أي صيدلية تجيبي منها بروش كريم. معنى كده إن هو مرخص من وزارة الصحة، توزيع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأهم ما في الموضوع العبوة دي 60 جرام ب 48 جنيه. تخيلوا بقى ب 48 جنيه بالسعر البسيط ده، فيها الكولاجين، فيها البنسينول، فيها فيتامين سي، فيها خلاصة العرقسوس، فيها مواد تانية كتير جدا جدا هنتكلم عليها إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله. ده كده بالنسبة لبروش كريم النهاردة. زي ما احنا متفقين كل حلقة في أول الحلقة بنتكلم عليه وبنبين أهميته جدا جدا دلوقتي لينا جميعا، وخصوصا بقى اللي زي حالاتي كده يلحقوا نفسهم قبل ما التجاعيد تظهر وناخد سن بقى كبير أكبر من سننا. طيب النهاردة بقى هندخل في حلقتنا. النهاردة عندنا طاجن ما ينفعش يجي رمضان وسفرة رمضان الجميلة والسفرة الهنية بتاعتنا من غير ما نعمل طاجن البامية اللي احنا متعودين عليه. طاجن البامية اللي بقالنا كام سنة لازم في رمضان نعمله، بتطلبوه مني بالاسم وبنعمله مع بعض، خدتوا عليه وعلى طول بتعملوه عندكم في البيت. تعالوا بقى نعمله النهاردة لحبيبنا الجداد زي ما استاذ طلعت جايبه لكم كده يتحدث عن نفسه. طاجن بامية من العيار التقيل النهاردة ان شاء الله. مش بس كده، ده احنا كمان هنعمله باللحمة الضاني. مش بس كده، ده احنا كمان النهاردة هنستخدم بامية مجمدة كأنها طازة بالظبط. هنستخدم النهاردة البامية من جرين بارادايس، دي الشركة بتاعتنا النهاردة الموجودة معانا. كل الخضار بتاعها المجمد كأنه خضار طازة، حرام نقول عليه مجمد. ملوخية، فاصوليا، ورق عنب، خرشوف، بروكلي، أي سبانخ، أي حاجة تيجي على بالك هتلاقيها في جرين بارادايس. شركة عريقة جدا جدا، مجالها واسع جدا، خضار مجمد، فاكهة مجمدة، أجبان، بقوليات، صلصة، سمنة. إن شاء الله النهاردة هنستعمل السمنة البلدي بتاعتهم، روعة يا جماعة في منتهى الجمال، وهنستعمل كمان الصلصة، وهنستعمل البامية من الكيس مباشرة على الحلة زي ما هنشوف مع بعض. دايما بتسألوني لو انا هجيب خضار مجمد تنصحينا بشركة ايه في السوق، فالنهاردة انا بنصحكم بشركة جرين بارادايس. اي منتج من منتجاتها ما شاء الله عليه طازة 100%. يلا بينا نقول المقادير بتاعت الطاجن وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا عندنا 3 اكياس بامية من جرين بارادايس، دي اول حاجة. لحمة ضاني مسلوقة،
الصلصة بتاعت جرين بارادايس، عندنا توم مفروم، كزبرة ناشفة، فلفل حامي مفروم، فلفل رومي مفروم، وكمان شوربة اللحمة وبهارات ومستكة وسمنة جرين اللي هنستعملها برضو مع بعض. يبقى احنا النهاردة كل المنتجات اللي هنستعملها في طاجن البامية الجبار بتاعنا النهاردة جايبها لكم من شركة جرين بارادايس، سواء صلصة أو سمنة أو البامية نفسها، وإن شاء الله الأيام الجاية هنستعمل كل منتجاتهم، هناخدها من الكيس على الحل على طول زي ما هنشوف مع بعض. دي كده مقادير الطاجن. لحمة ضاني مسلوقة، جايبة لكم الرقبة الضاني، أحلى قطعية في الضاني أطبخ عليها الرقبة الضاني وأعمل بيها فتة كمان. وعندنا قرن فلفل حامي مفروم، قرنين فلفل رومي، ومستكة وسمنة جرين بارادايس، وشوربة اللحمة اللي سلقتها فيها كزبرة وبهارات وتوم. إيه يا ستي الليلة دي كلها؟ وطبعا البامية الجميلة بتاعتنا. هنعمل إيه؟ أولا الحلة عندي سخنت كويس قوي، هنجيب معلقة سمنة زي ما اتفقنا من سمنة جرين بارادايس دي. بسم الله، تعالوا كده نشوفها مع بعض يا أستاذ طلعت. سمنة طبيعي بقري، شايفين لونها والترميلة بتاعتها، هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا لون السمنة ده البلدي ده ما بقيناش نشوفه دلوقتي، يعني ده اللي كان زمان بقى لازم نجيب زبدة ونسيحها عشان تديلي اللون ده وتديلي الترميلة دي. تعالوا نفتحها مع بعض. بسم الله كده، بصوا بقى، نجيب المعلقة اللي هنشتغل بيها، ما شاء الله عليها عسل. تعالوا نشوف الترميلة بتاعتها، ترميلة زمان اهي، ادي السمنة يا جماعة زي العسل، شايفين اللون؟ اللون لوحده يفتح النفس، ريحتها اول ما فتحت البرطمان عسل عسل عسل. دي سمنة جرين بارادايس، في منها البقري وفي منها الجاموسي، الاتنين اجمل من بعض. يلا بينا نحط السمنة في الحلة عشان نعمل احلى طاجن بامية. بسم الله، حط كده المعلقة، بصوا ساحت معايا على طول ازاي اهي كده. نحط سمنة كمان لان دي المادة الدهنية الوحيدة اللي هتكون موجودة عندي في الطاجن. عايزين بس نشد الحلة بعيد لانه واضح ان الحلة سخنت قوي اهي كده. سيح السمنة، احلى حاجة بقى لما تسيح كده معاكي على طول. وبعدين هروح نازلة بفصين مستكة في السمنة، مجرد بس ما ريحة المستكة تطلع عليا يبقى خلاص تمام كده اكمل بقيه الخطوات بتاعتي. مين معايا قولولي؟ يا ام حازم اهلا وسهلا. واحد فل يا شيف هاله. ازيك يا ام حازم؟ ازيك يا شيف هاله، وحشتيني يا حبيبتي. ربنا والله يخليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي وبخير. صوتك بعيد يا ام حازم. بسم الله، الف مبروك على القناه الجديده يا حبيبتي. الله يبارك فيكي، ما تحرمش منك يا رب. منين ما تروحي احنا وراك. ربنا يخليكوا ليا يا قمر، مش مهم القناه، المهم تبقي منوره التلفزيون وخلاص. ربنا يخليكي يا ام حازم، كلك ذوق والله. ومبروك على قناه اليوتيوب يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اتابعاكي فيها والله يا شيف هاله. يا رب الوصفات اللي بنزلها لكم تعجبكم بس يا ام حازم. جميله جدا يا شيف هاله، كل جميل. حاجه من ايدك جميله، تسلم ايدك. جميل يا قمر. وبعدين ده احنا حبايبك القدام يعني. طبعا طبعا، ربنا يخليكوا ليا جميعا يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي، وما تحرمش منك ابدا. بصوا يا جماعه، نزلت المستكه في السمنه، اول ما ريحه المستكه طلعت نزلت باللحمه المسلوقه وشايلاها من شوربتها، مسلوقه تلات ارباع سوا، يعني مش داخله في السوا قوي عشان ما تتهريش معانا في الطاجن. وبديها كده تشويحه، دي التشويحه دي بتفرق جدا في طعم الطاجن بتاعنا النهارده بالشكل ده. اي لحمه عندك، بس انتوا طبعا عارفين الباميه ما بتحلاش غير باللحمه الضاني. طب افرضي انا ما عنديش ضاني بس عايزه اعمل طاجن الباميه، اعمليه ولا يهمك، تطلع زي العسل ان شاء الله. على ما اللحمه تتشوح تعالوا نعمل الخلطه الجباره بتاعه طاجن الباميه اللي احنا مشهورين بيها. في الهون هنزل بالفلفل الحامي وشويه صغيرين من الفلفل الرومي كده، وبقيه الفلفل الرومي هاخده على اللحمه وهي بتتشوح. اديله بقى، اديله روايح بقى، واديله تشويح وحاجه النهارده ايه، عسل. ايوه بالشكل ده كده، يبقى كده قرنين الفلفل الرومي، خدت بتاع ربعهم بس في الهون، وبقيه القرنين الفلفل الرومي على اللحمه. شموا الريحه اللي طالعه بقى، حكايه بسم الله ما شاء الله عليها. في الهون هنا حطينا الفلفل الحامي والفلفل الرومي، وهحط شويه ثوم كده حلوين كده، وهحط عليهم شويه كزبره
بالشكل ده، وهحط عليهم كمان شويه ملح هكذا، وبعدين هديهم كده ايه دقه كده. كده بسم الله. بس انا مش بفرم، انا بس بخلي الثوم والفلفل يشربوا من طعم بعض. وهجيب المعلقه ونص الخلطه اللي في الهون دي نصها بس، هاخد النص كده وانزل بيه اهو بالشكل ده كده يا استاذ طلعت، شايفين ثوم مع الملح مع الكزبره، انزل بيه كده على اللحمه. ماشي، ده النص كده، وشموا ريحه الثوم بقى مع الخلطه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم اني صايم. يا ام مريم، يا ام مريم ازيك؟ طب يا ريت يا ام مريم تكلميني تاني يا حبيبتي. استاذ محمد. ايوه يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ حضرتك يا فندم انا كنت بسال على لقمه القاضي المنفوشه. احنا من محبينك جدا، وعندي ابني 3 سنين ونص بيحب حضرتك جدا والله. ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا رب. والله هو بتابع حضرتك في كل البرامج يا فندم والله اللي حضرتك فيها والله. ربنا يخليكم ليا، من عينيا الاثنين نعمل لكم احلى لقمه القاضي. كنا عايزين نعرف وصفه لقمه القاضي المنفوشه من ايد حضرتك بتتعمل ازاي؟ من عينيا، حاضر من عينيا. لو نقدر يا منى ننزل المقادير دلوقتي يا ريت. بصوا برضو دي الصلصه بتاعت جرين بارادايس، يبقى احنا دلوقتي استعملنا السمنه، ودي الصلصه بتاعتها. ماشي، تعالوا نشوف قوامها. ريحتها جميله، بصوا القوام اهو. وتقدري تطبخي بيها على طول من غير ما تحطي عصير طماطم كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنعمل ايه؟ يعني ادي مثلا برطمان الصلصه انا حطيته كده كله، نزلته في بوله بالشكل ده، شايفين قوامها ما شاء الله عليها. شويه ميه وهقلب كده الصلصه، ادوبها في شويه ميه. بسم الله اهي كده، شايفين ازاي؟ حاضر، دقيقه واحده. بصوا اللون فتح ازاي، لونها جميل ازاي. وبعد كده اخدها على اللحمه، يلا بينا كده اهو. بسم الله، وهزود من شوربه اللحمه اللي سلقت فيها اللحمه كده. وبعدين ندي تقليبه بالشكل الجميل ده، ونتبل. قولوا لي مين معانا، معلش يا منى قولي لي تاني. ادي ملح، فلفل اسود. ام يارا اهلا وسهلا، وبهارات لحمه. أيوه. يا ام يارا. أيوه. يا ام يارا. أيوه. ام يارا مش سامعاني؟ ام يارا، مساء الخير شيف هنا. مساء النور يا فندم، مساء الفل، مساء الهنا. ازيك يا ام يارا؟ بخير يا حبيبتي، والله فضل ونعمه، تسلمي لي. انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي يا ام يارا، تعيشي. قولي لي يا ام يارا، متابعانا من زمان؟ نعم. متابعانا من زمان؟ ايوه من زمان جدا. حبيبه قلبي، يا رب دايما معايا كده على طول. لو سمحتي كنت عايزه اعرف طريقه البدنجان المخلل. البدنجان المخلل من عينيا الاثنين. خللنا النهارده شويه بدنجان رومي، وهقول لك على الخلطه الحلوه تعمليها على طول عندك باذن الله. من عينيا يا حبيبي، حاضر. نشيل بس كل الحاجات دي كده ونروق، نروق الدنيا عندنا. على طول الصلصه بتغلي، تعرفي الصلصه الحلوه ازاي؟ لما لونها كده يفتح معاكي اول ما تخفيها بالشوربه او بالميه وتغلي معاكي في الحله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عليها اهي. عسل. قبل ما نطلع الفاصل بقى، عشان بعد الفاصل بس هنعمل خطوه مهمه، هفتح دلوقتي الاكياس بتاعه الباميه من جرين، من شركه جرين بارادايس، ونحطها في الحله على طول اول ما الصلصه تغلي معايا. ادي الكيس اهو، ده طبعا مقص المطبخ. بسم الله، هفتح كده. وتعالوا بصوا الباميه، بصوا الباميه الخضراء عامله ازاي، شايفين؟ طبعا احنا بنحتاج الحجم ده للطاجن، الصغيره تتهري في الطاجن معانا.
دي الحجم المناسب جدا جدا عشان ما تتهريش معاكي في الطاجن. ماشي يلا بينا. بسم الله هنزل كده على طول، لونها اخضر زي ما قلت لك، على طول من الكيس على الحله كانها طازه بالظبط. واجي الثانيه مجمده كده زي ما هي، واجي الكيس الثالث عشان نعمل طاجن بقى ايه زي ما الكتاب بيقول. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ادي الباميه بتاعتنا، لو حسيت ان الحله محتاجه سوائل هزود شوربه، مش هزود صلصه تاني، هقلب كده. بس خلي بالكم الباميه المجمده كده كده بعد ما بتبتدي تستوي بتنزل شويه ميه، فانا مش هزود حاجه دلوقتي، هسيبها زي ما هي كده لغايه ما الباميه تدخل في السوى وبعدين نشوف الدنيا فيها ايه. شايفين شكل الباميه عامل ازاي؟ بيتكلم اهو. كده الطاجن بتاعنا خلص الا حاجه، الا تكايه. التكايه دي على ما يغلي غلوتين هتطلعوا فاصل وترجعوا لي نعملها مع بعض ان شاء الله. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني كنا بنعمل طاجن الباميه لزوم رمضان وسفره رمضان، السفره الهنيه ان شاء الله. عملنا ثلاث ارباع الطاجن، فاضل الربع البسيط بس، واهم حاجه في الطاجن الخطوه اللي جايه. زي ما انتم شايفين كده استاذ طلعت جايب لكم الباميه جوه الحله، شايفين اول ما ابتدت تدخل في السوى اللون الاخضر بتاعها الجميل كانها طازه بالظبط، كانها مش مجمده ابدا. وزي ما قلت لكم الباميه دي من شركه جرين بارادايس، اللي زي ما قلت لكم كل منتجاتها كانها طازه بالظبط مش مجمده. لون الباميه شايفين عامل ازاي في الحله؟ زي العسل اهو، اظن مفيش بعد كده خالص يعني، ولا قبل كده يعني. بعد ما خدت غلوتين لسه ما دخلتش في السوى ولا اي حاجه، كل التسبيكه الحلوه اللي عملتها لها دي يدوبك خدت غلوتين بس، ناقص عندي في الهون لو تفتكروا نص الخلطه اللي عملناها في الاول، خدنا نصها شوحناه مع اللحمه والنص التاني فضل في الهون زي ما هو. هنعملها طشه زي طشه الملوخيه. يلا بينا ناخد من السمنه الجميله دي. طبعا السمنه البلدي اول حاجه بتبان فيها ريحتها، وتاني حاجه الترميله، وزي ما قلت لكم ريحتها جميله وترميلتها احلى واحلى. بصوا اللون الذهبي الجميل ده ما شاء الله عليها. يلا بينا. طبعا دلوقتي السمنه البلدي المحترمه بقت قليله جدا يعني، ننزل كده وبعدين هنجيب نص الخلطه اللي في الهون. لو ما كانش، لو في حد لسه ما كانش متابع معانا من الاول، الخلطه دي يا جماعه عباره عن ايه؟ اتفقنا ان هي فلفل حامي يا سلام على الروايح مع السمنه البلدي، فلفل حامي، فلفل رومي، كزبره، ملح، ايه تاني؟ توم. نعمل كده. جهزي كبشتك الحلوه عشان تجهزي للطشه الجميله. بصوا بقى الطشه هتبقى ازاي، مش هاخد هنا على هنا، لا انا هعمل كده، هاخد كده شويه. بصوا بسم الله. يلا يا استاذ طلعت مع بعضينا كبشه كده على الطاسه، وهروح واخده من كبشه الباميه بالشكل ده. وارجعها على الحله. بسم الله. بس احلى طشه لاحلى طاجن باميه. عسل عسل عسل. نطفي البوتاجاز. شكرا كده. هنا بقى انا ممكن لو مش عايزه اعملها طاجن هقف لغايه الخطوه دي واسوي الباميه واسوي اللحم عادي واغرفها على كده، وممكن اعملها اكملها في طاجن زي ما هنعمل دلوقتي مع بعض. هنعمل ايه؟ هنجيب الطاجن حطاه في الفرن، لازم يسخن كويس قوي. نجيب الطاجن كده من الفرن. بسم الله. بصوا سخن ازاي، قوي قوي قوي. مين معانا يا منى قولي لي. بسم الله كده. ادي الطاجن بتاعنا. نجيب الحله الجميله. بسم الله. شكل الباميه يا استاذ طلعت في الحله يفرح. بص يعني شكل الباميه لوحدها كده
تفتح النفس والله على لونها وجمالها ما شاء الله عليها. نعمل ايه بقى؟ نروح جايين كده واخدين حاطين في الطاجن كده، والطاجن لازم يكون سخن جدا. يا نورة اهلا وسهلا، ازيك يا شفهال؟ ازيك يا نورة، جاية على ريحة البامية يا نورة. الله على اكلك يا شفهال. الله يكرمك يا قمر. حضرتك والله انا متابعك قوي من زمان، واكلك كله جميل بسم الله ما شاء الله عليك. حبيبة قلبي، المهم ان الحاجة بتعجبك بس، دي اهم حاجة. ايوه والله بسم الله ما شاء الله، بجرب حاجات كتيرة يعني بصراحة بتطلع جميل. يا حبيبي الله ينور عليكي، تسلم ايديكي وعينيكي يا قمر. كان عندي سؤال، يعني جيت عملت الكنافة بس جت ناشفة معايا شوية. الكنافة ناشفة؟ الشربات مش مظبوط على طول كده وانت مغمضة، الشربات يعني تقل منك زيادة عن اللزوم، هو ده اللي بينشفها. خلاص ماشي يا حبيبي، ما تخليش الشربات يبقى تقيل قوي زيادة عن اللزوم عشان ما تنشفش منك. يلا بينا يا استاذ طلعت بقى نغرف كده. ايه بص، زي ما بيقول لك كده النبي عربي، اغرف بالحلة. بسم الله ما شاء الله عليه كده بهذا الشكل. يا وعدي يا وعدي. ما هذا الجمال، ريحة الطشة بتاعتها عاملة شغل عالي جدا. ساوي بقى كده، نشيل شوية صلصة عشان ما تفرش مننا الفرن. شايفين حاجات بسيطة كده لكن تفرق معاكي. وبرضو لازم الطاجن تبقي حطاه في صينية زي ما انا عاملاه في صينية كده من تحت، عشان برضو لما يجي يغلي وينزل اي سوائل او اي حاجة ما تنزلش في الفرن، تنزلك في الصاجه. ادي شكل الطاجن، بصوا شايفين الطشه فين؟ الفلفل اهو بالثوم. طبعا كده انتم ملاحظين ان احنا عملنا طاجن الباميه ده بالثوم من اوله لاخره، ما عملناش فيه بصل. الباميه بالتومه بالطشه دي بتدي طعم بقى مش قادره اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها. ندخلها الفرن ولا ايه رايكم؟ يلا بينا، الفرن شغال. بسم الله يلا بينا، قولي لي مين معانا. لا انا مش سامعه. ماشي يا مدام اكرام، اهلا وسهلا. صباح الخير يا شفاهه. صباح الفل يا قمر، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ عامله طاجن باميه زي العسل من ايديك يا شفاهه. شايفه الطاجن؟ بصي بيغمز لك بعينيه اهو، شايفه؟ جميل يا شفاهه، اي حاجه بتعمليها يا حبيبتي زي العسل. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. معلش يا شفاهه، سؤال في البسبوسه بس. قولي لي سؤال. أنا في ايه؟ في البسبوسه؟ البسبوسه يا شفاهه عملتها نص كيلو بس طلعت يا شفاهه ناشفه ومفروله. ناشفه ومفروله. بص يا ستي، احنا اتفقنا ان السميد هتشل وهسمعك من لا انا مش سامعاكي. طيب ماشي، اسمعيني. السميد يا جماعه عامل زي السفنج، يعني ايه؟ يعني كل ما احط له سوائل بيشربها، كل ما احط سوائل بيشربها. طيب لو فضل يشرب السوائل وانا عماله اضغط عليه وما بقاش فيه سوائل تانية، ايه اللي هيحصل؟ هيشرب لي كل السوائل المحيطه اللي موجوده. السميد كده اتفقنا مجرد ما احط اللبن او احط السوائل ما تقلبيش خالص، كل ما هتقلبي السميد بيقعد يشرب اللبن ويشرب السوائل، ما بقاش عنده سوائل تانية يطرى بيها، فبالتالي تلاقي البسبوسه نشفت معاكي في الفرن. اتفقنا بندفي اللبن وبندفي السمنه وبندفي السكر، وبعد كده بجيب السميد ابسه بالسمنه لوحده الاول، وبعد كده اروح واخده السوائل الدافيه دي عليه، ومجرد ما احطها عليه بعمل بفتح صوابعي كده كانها كده زي مضرب، واروح حطها جوه السميد لفتين بس، ما تقعديش تقلبي، لفتين بس كده يختلطوا ببعض، وعلى الصينيه وما تستنيش، ما تسيبيهاش بره كتير، اول ما تحطيها في الصينيه تدخليها الفرن على طول. كل الخطوات دي لو بطأتي فيها السميد بيشرب السوائل وينشف، ودي اهم حاجه فعلا بتسبب ان البسبوسه تنشف معاكم. النهارده عملنا طاجن الباميه بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، وكمان حطينا حواليه بتنجان رومي عملناه بالخلطه، وشويه رز بشعريه كده يستاهلوا بقكم. الف هنا وشفا ليكم جميعا. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعى القناه تتغير.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا طاجن الباميه المتين اللي زي ما قلت لكم ما ينفعش في رمضان ما نعملش طاجن الباميه باللحمه الضاني، وعرفنا التكات بتاعته، حاجات صغيره زي ما دايما بقول لكم لكن بتفرق في الطعم جدا جدا، ما تخيلوش قد ايه. وصلنا بقى دلوقتي خلاص يا استاذ طلعت والنبي خلاص وصلنا دلوقتي بقى والنبي للفقره الطبيه. فقرتنا النهارده برعايه بيترم جلوبال وخبيره التغذيه ريم حبيبه قلبي. ازيك يا ريم؟ الحمد لله يا حبيبتي، صباح الخير عليكي. الحمد لله يا اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد انا النهارده جايه يعني كان عشمي ان انا اكل باميه لان انا لسه ما اكلتش باميه منك، ما جاليش الشرف حقيقي. يا خبر ابيض، فيعني حابه كده في طبق وانا مروحه افطر بيهم بقى. تاخدي افطارك معاكي. ايوه بالظبط، انا بجي كده عشان اتغذى اصلا، يعني اي قناه بنروحها مع بعض عشان نتغذى. من عينيا يا ريم والله، انت تسلم ايديكي طبعا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تعيشي يا ريم. احنا النهارده عندنا حاجات حلوه قوي وعرض مختلف شويه علشان خاطر انا بكلم عيله. يعني ايه بكلم عيله؟ عيله كامله. انا بقول لك انتوا النهارده تقدروا تخشوا معايا تحدي 15 يوم اللي باقيين في رمضان، طبعا على المنتج بيوصل لهم 15 يوم دول هنخس في اليوم كيلو وثلاث اشخاص في العيله في اليوم كيلو. اها يعني انا النهارده بقول لك انا عندي كورس الثلاث شهور اللي الناس اللي فوق المية بتاخده، لا انا هقسمه لك عليكي انت واختك ومامتك، نخرج من رمضان كل حد فينا خاسس في اليوم كيلو في ال 15 يوم اللي باقيين. حلو جدا. ازاي بقى؟ انا الكورس بتاعي مكون من ثلاث انواع كبسولات وثلاثه اعشاب وثلاثه نقط. وانس ان انا خدته لوحدي عشان انا فوق المية خلاص انا بنزل لتحت ال100 طبعا. فوق ال100 انت، حتى المثال مش لايق عليكي. انت فوق ال100 يا بنتي، انت بس مفيش حاجه غير لما تاكليها، انا مش عايزه اتكلم خلاص بقى. مش باين عليا فيديوهاتك عندي لسه، فيديوهاتك عندي كفايه بقى، كل الناس عارفه يا جماعه والله متغاظه منها قوي، يعني ما شاء الله عليها يعني بتاكل عادي جدا وما شاء الله. زي ما انت بتقولي كده لو انا فوق ال100 مش لايق المثال عليكي. خلاص خلاص مش انا. قولي عليا لو انا فوق ال100. طيب لو حد فوق ال100 يقدر، مش احنا، مش انا ولا انت، خلاص عشان بس اصدق. لو حد فوق ال100 يقدر ياخد كورس الثلاث شهور ده وينزل معانا قبل رمضان طبعا نكسر ال100 دي، تمام. ولو ثلاثه عندهم 15 كيلو زياده او 10 كيلو زياده فانا بديكم كورس الثلاث شهور ده النهارده بخصم 70%. 70%؟ 70%. ده كورس الثلاث شهور اللي هو ثلاث كورسات مع بعض، يعني كورس العيله ثلاث شهور، ثلاث كبسولات وثلاثه اعشاب وثلاثه نقط بيكفوا معانا كل حد شهر. حلو جدا. انا في الشهر ده بخرج من كل يوم خسه كيلو، لان الكبسولات بتاعتنا المره دي بقى اشكالها مختلفه تماما. ليه؟ حلو جدا. احنا كل شويه زي ما انت عارفه عننا بنطور في المنتج. طبعا بنجيب حاجات افضل وحاجات احسن. واحنا الحمد لله بقى لنا سنين في مصر ومعروفين احنا براند في التخسيس الحمد لله، ومعروفين كويس قوي احنا النتائج بتاعتنا عامله ازاي. طبعا ودلوقتي الناس عرفوا يعني ايه فيتارم جلوبال بالزبط. وعرفوا يعني ايه منتج التخسيس الامن جدا الفعال، وعرفوا يعني ايه المعادله الصعبه اللي بتحققها فيتارم جلوبال اللي هي كله كل اللي انتوا عايزينه بالزبط. بس هتخسوا كمان في المقابل. فازاي الكلام ده اللي الكورس في فيتارم جلوبال بيحققه، كل الجديد كل الامن كل الفعال موجود في فيتارم جلوبال. المنتج الاصلي الحقيقيه والارقام الحقيقيه. لان احنا بنواجه مشكله كبيره جدا، الناس بتشتري من التقليد بالظبط، التقليد مقلدين اسمنا عشان احنا الحمد لله بقى لنا سنين ومعروفين. طبعا اكيد. وانا ما اعرفش هما بيدوا للناس ايه، وده طبعا ده انا مش مسؤوله عنه. بس لما تجي لي بصي بقى شيف هاله، دي بقى كانت فرحه يعني قلبي الشهر بتاع رمضان ده. جات لي طفله من الحلقه اللي فاتت كلمتني ومحبطه وهي طفله 12 سنه. كلمتني انا اسمي اسماء وعايزه اخس. فقلت لها حبيبتي طب انت ماما عارفه انك بتتكلمي؟ قالت لي قلت لها طب اديها لي. ايوه يا فندم انا عايزه اعرف ايه المشكله. قالت لي البنت محبطه جدا ووزنها فوق ال 80 كيلو وعايزه تخس. قلت لها طيب تمام مفيش مشكله انا اقدر اتابع معاها بنفسي. قالت لي اوكي. اسماء كلمتني قبل الحلقه دلوقتي يا شيف هاله، خاسه 7 كيلو ونص في 6 ايام. والله ما شاء الله، 7 كيلو ونص. على فرحتها وفرحه مامتها كمان. والله انا عايزه اقول لك والدتها بتكلمني اللي هو بتشكرنا وعماله تدعي لنا، وبصي فرحه الدنيا طبعا. عشان كده النهارده انا بقول نقدر مثلا ناخد الكورس انا وبنتي وبنت خالتي مثلا ولا اختي، ناخده احنا الثلاثه بخصم 70%. ومش بس كده، هما كورسين وعليهم كورس مجانا، يعني احنا هندفع جدا اقل مما نتخيل. وناخد الكورسين دول بالخصم 70% وهنتابع مجانا، بلس ان احنا كمان الشحن بتاعنا مجانا. فانت عايزه ايه تاني عشان تخسي في رمضان كيلو في اليوم؟ بالظبط. عرض حلو جدا جدا يا ريم النهارده بجد. يا جماعه الكورس الثلاثه نسميه او زي ما ريم قالت كورس العيله، اللي هم ثلاث كورسات مع بعض فيهم واحد هديه مجانيه.
على الكرسيين التانيين. مش بس كده، ده الكرسيين التانيين عليهم خصم 70%. يبقى خصم 70% وكرسي كمان مجانا، ثلاث كورسات زي مريم قالت لنا، نقدر مثلا ايه انا وصاحبتي واختي مثلا الاب والام مثلا بنتهم او بنت كده يقدروا، عشان كده انت سميتيه العيله. ممكن الاصدقاء بالظبط، مع بعضيهم أيوه. وندخل تحدي مع بعض. أيوة. تحدي كيلو. انا بالنسبه لي الحمد لله انا اثبتت ده بالكبسولات الجديده مع اسماء. الكبسولات الجديده نزلت اسماء في اليوم اكتر من كيلو ما شاء الله، وده بالنسبه لي كان مريح جدا طبعا، واتبسطت جدا من النتيجه. اسماء كانت هتكلمنا دلوقتي بس للاسف باباها في الشغل وهي بتكلمني من على موبايل بابا يا حبيبه قلبي. تمام. دي ده اول عرض. تاني عرض معانا، انا دلوقتي عندي مثلا 10 كيلو زياده. بس مش زياده بس، يعني انا عندي 10 كيلو عندي سمنه موضعيه او وراثيه مثلا. طيب انا هاخد الكورس الدبل اللي هو كورس وعليه كورس مجانا. ده بيعمل ايه بقى؟ هو اول حاجه الكورس الاولاني بيكمم المعده لمده 18 ساعه في اليوم. خلاص حلو جدا. فهنكمم المعده باول نوع كبسولات. يعني هنسد الشهيه، عشان الناس بس ما بتبقاش عارفه يعني ايه نكمم المعده. هنسد الشهيه، وطبعا في ناس عندها الشراهه في الاكل مش طبيعي، فانا بقول لك اول كبسوله دي هتسد لك الشهيه وهتعلي لك معدلات الميتابوليزم في الجسم. تمام. بلس ان هي هتكسر لك فتره ثبات الوزن اللي بتحصل من الدايت الكتير. بلس ان هي كمان هتنحت لك شكل جسمك، فاصبح ان احنا كمان بننحت شكل الجسم في اماكن فيها دهون زي البروز اللي في الظهر بالظبط، الدقن المزدوجه. الكلام ده انا بلعب على المناطق دي كلها. في ناس عندها مشكله بعد ما حملت وولدت المنطقه بتاعه البطن فيها ترهلات، لا انا بظبط لك كل ده. في الرجال برضو عندنا في حد عنده كرش، انا بنحت لك بالكبسوله بتاعتي كل ده، فما بقاش موجود. اصبح اني عندي كورس وعليه كورس مجانا، واحد بيسد الشهيه وواحد بينحت الجسم وبيثبت الوزن بعد نزوله. لان في ناس كتير تقول لي انا بنزل واطلع. ايوه بالظبط، هي دي المشكله بالزبط. وناس كتير السؤال المعروف ان طب افرض انا خسيت فتره الكورس، طب ما بعد ما يخلص ايه اللي هيخليني اخس تاني، او ايه اللي هيخليني افضل أقول زي ما انا؟ اقول لك انا دلوقتي قلت كممت المعده بنسبه 80%. يعني ايه كممتها؟ يعني صغرتها بنسبه 80%. فونس ان انا بطلت المنتج بتاعي خلاص، خلصته وخلصت وصلت الوزن اللي انا عايزاه، معدتي اوريدي صغرت فبقت على الحجم ده، فانا هكمل طول حياتي بالحجم ده. طيب والكورس اللي عليه ده بيعمل ايه يا شيف هاله؟ بيفتت الخلايا الدهنيه المسؤوله عن تكوين الدهون اصلا. فما بتتكررش تاني، الخليه الام نفسها بالظبط، فما بتتكررش تاني. اصبح ان انا عندي الخليه دي ما بتتكررش تاني، بلس ان معدتي صغرت، عشان كده ما بتخنش ولا برجع في وزني تاني. دي اول حاجه بتعملها الكبسولات. تاني حاجه بقى النقط والاعشاب بيعملوا ايه. دلوقتي طبعا كلنا عارفين ان احنا قاعدين في بيوتنا ما بنعملش اي حاجه، لا بنتمرن ولا بنروح في حته. النقط عندي بتعلي معدلات الميتابوليزم 4 أضعاف. بمعنى انا قاعده في البيت باكل تمام وبخس ازاي بقى؟ ما هي دي المعادله الصعبه اللي احنا دايما بنقول فيتارن جلوبال هي الوحيده اللي قدرت تحقق المعادله دي. بتاكلي وبتخسي ازاي؟ لان انا عامله لك النقط بتضاعف معدلات الحرق في الجسم 4 مرات. بمعنى انك اتمرنتي ساعه ونص في الجيم، اتمشيتي ساعه ونص، كانك طلعتي السلم ونزلتي ساعه ونص. انا كمان عندي الاعشاب بتنزل الميه الزياده اللي تحت الجلد، عشان كده انا بقول هو كورس تكميلي. الاعشاب بتنزل الميه الزياده اللي تحت الجلد، بلس ان هي السموم اللي بتبقى موجوده في الجسم من اكل بره طبعا ومن الحاجات اللي في الاكل مش لطيفه بتبقى بتنزلها زي الميه الديتوكس. فاصبح عندي كورس كامل متكامل، كورس بيكفي معانا شهرين، بينحت لي كل مشكله في جسمي تمام، بلس ان هو بيقلل لي حجم معدتي. عايزين ايه تاني؟ وخصم 70%. كمان في كل ده، كل اللي انت قلتيه ده، وفي المقابل انا ما بحرمش نفسي من حاجه بالزبط. بس انا باكل كل حاجه بالظبط. انا عندي خصم 70% وعندي كورس وعليه كورس مجانا، وعندي كمان متابعه مجانيه. مش زي طبعا ما احنا عارفين كل ما اروح للدكتور لازم ادفع فلوس طبعا، ولازم اجيب حاجات وشغلانه ومش بقول لك كلي زبادي دايت، ما بعملش كده خالص. ايا كان انا ما بفرضش عليكي حاجه، بقولكيش لازم تاكلي ده، لا ما تاكليش ده بالزبط. لا الاكل الدسم لا، لا الحلويات لا لا. احنا قلنا المعادله الصعبه اللي بتحققها فيتارم جلوبال اللي هي تاكلوا زي ما انتوا عايزين بالزبط. كل اللي يجي على نفسكم عادي جدا، وفي المقابل بنخس، لان احنا عندنا الكبسوله بتقفل لي 80% من حجم المعده، فال 20% اللي باقيين دول عيشوا بيهم بقى، كلي فيهم اللي انت عايزاه، اللي انت عايزينه بقى مفيش مشكله خالص. طيب احنا معانا صوره حاله ننزلها، يلا بينا يا رانيا ننزل صوره الحاله قبل وبعد. ما شاء الله بقى طبعا 35 والله ده 85 كيلو ما شاء الله، يعني كان فوق ال 100 135 كيلو ونزل ل 85
ولسه مكمل على فكره احنا نازلين 75 كمان. ما شاء الله، يعني ان شاء الله هنوصل ل 75 كيلو. فقد ايه بقى شيف هاله؟ في 4 شهور. لا والله. لا وايه بقى؟ بناكل كل حاجه بالظبط، حط لنا تحت دي خط احمر، بناكل كل حاجه، مش بمنعك من حاجه تماما بالزبط. وبقول لك كمان انك انت تتابع معايا، انا اللي بطلب منك تتابع معايا عشان المتابعه دي هي اللي بتحقق لي النجاح اللي زي الحالات بالظبط. وفي نفس الوقت ما بتطلبيش منه انه لازم مثلا يمشي كل يوم ساعه، لا خالص، ينزل الجيم، يلعب رياضه، مفيش الكلام ده خالص. لا خالص. ولو خدنا بالنا احنا كمان عندنا بقى، يعني لو صوره كانت موجوده البشره ما فيهاش شحوب، ما فيش مثلا شكلنا كبرنا او شكلنا وحشينا او الحاجات دي، اي الصوره اهي طبعا باينه جدا واضحه جدا اهي، ما شاء الله. مفيش يعني اي حاجه تحسس حد ان هو انت خاسس وضعيف، لا انت خاسس بصحتك الحمد لله. عارفه زمان لما كان مثلا حد بقى بيعمل دايت بقى مع نفسه وبيبوظ الدنيا ومتخيل ان كده عشان يخس، تيجي بقى تبصي في وش صاحبتك كده تقول ايه يا بنتي انت بقى شكلك عامل كده ليه؟ شكلك اتغير كده ليه؟ انت عيانه؟ ايوه انت مالك ده. والله عشان يجي داخله لجوه كده ليه؟ تقول لك اصل انا عامله دايت. دايت ايه؟ كده انت هتموتي، ده مش دايت يا حبيبتي. انا عشان كده بقول الكورس كمان بتاعي مدعم بفيتامينز كتير جدا، بتخلي الجسم الحمد لله يفضل بنضارته، البشره تفضل بنضارتها، الشعر يفضل زي ما هو، ما يقعش بالنسبه للبنات، والضوافر عشان طبعا البنات برده بتتضايق من ضوافر بتتكسر. لا انا بقول لك انا ما عنديش مشكله خالص هتحصل لك بعد الكورس، بلس ان انا مرضى الضغط والسكر طبعا على راسي، انا الدواء بتاعي بيغطيهم تمام. حلو جدا. طيب نعمل ايه بقى يا جماعه علشان النهارده نستغل العرض الجميل المقدم من فيتارم جلوبال ده، نقدر نحصل عليه بمنتهى السهوله؟ عندنا ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه، زائد الصفحتين على الفيسبوك هينزلوا لكم دلوقتي. ادي اول صفحه فيهم فيتارم جلوبال بالعربي، وفي فيتارم جلوبال بالانجلش. ارقام التليفونات دي الارقام الوحيده بس بتاعه فيتارم جلوبال عشان اقدر احصل على المنتج الاصلي الوحيد الامن والفعال جدا جدا. لازم الاصلي الوحيد، لان احنا المنتج الوحيد الاوريجينال، احنا ملناش اي علاقه بصفحات اخرى، علشان يا ريم هو المنتج الوحيد المكون من الياف واعشاب وفيتامينات كلها طبيعيه. بالظبط طبعا، كلها طبيعيه، خاليه من الكيميكال تماما. ده حقيقي. انا ناس تسالني فعلا في السؤال ده طبعاً. هو معمول من كيماويات؟ لا طبعا مش من مش من كيميكالز تماما، لان هو معمول من اعشاب طبيعيه والياف زي ما انت بالظبط. الاعشاب الطبيعيه والالياف، عشبه الجرسينيا، فاكهه الاكايا بيري، فاكهه الليتشي، كل دي حاجات موجوده بس مش موجوده عندنا. فانا بوفرها عليكي في كبسوله عشبيه بتنزل معدتك تتفتت، تاخد حيز من معدتك، فبشكل صحي جدا هتخس. عشان كده بنقول بناخد الكبسوله بكوبايتين ميه. ليه كوبايتين ميه؟ عشان ادي للكبسوله السوائل اللي تقدر تنفشها في المعده وتملى فيها زي الاسفنج كده. بالظبط مظبوط. بس بقالي مثلا حته صغنطوطه كده في المعده، دي بقى حطي فيها اللي انت عايزاه، حطي حلويات، حطي عصاير، حطي سكريات، حطي طاجن باميه. طاجن كامل. ايوه في الحته دي ازاي؟ طيب تمام. انا كمان عندي حالات بتقولي انا خسيت 4 كيلو ومتضايقه. خسيت 4 كيلو في اسبوع، طب متضايقه ليه؟ طب انا عندي غده درقيه، تفتكري ده فرق؟ غده درقيه في اسبوع انك تخسي 4 كيلو طبعا ده انجاز، دي حاجه حلوه طبعا جدا. ده انجاز، فده معناه ان احنا الحمد لله ناجحين جدا. مرضى الغده الدرقيه كمان ما يخافوش معانا تمام. انا بقول لهم العرض بتاعنا بيغطيكوا وبيخسسكوا الحمد لله. يعني انا اقل مريضه خست عندي غده درقيه خست 4 كيلو في اسبوع. طب ده حلو جدا، ده بمعدل كيلو الا ربع في اليوم. فده حلو. انت طبعا عارفه مريض الغده الدرقيه ده بيفقد اصلا الامل انه ممكن يخس. هما ثلاث حاجات اللي بيلعبوا على اصلا الحرق في الجسم، الرحم والمراره والغده الدرقيه. فتخيلي هي اصلا عندها مشكله في الغده الدرقيه، انا ظبطتها لها بالمنتج بتاعي لدرجه انها نزلت 4 كيلو. طبعا انا بقول لك ده انجاز طبعاً. ده في حد ذاته ده انجاز الحمد يعني. لله احنا اقل حاله بتخس عندنا في الاسبوع من الحالات الطبيعيه الحمد لله بتخس 5 كيلو، يعني بمعدل كيلو الا ربع في اليوم، كيلو وفي يومين بنثبت فيهم، ان انا ما بحبش وسوسه الميزان يا شيف هاله. الميزان هي دي بقى. لا انا هوزن بس كل 10 ايام، هوزن كل اسبوع، لكن مش تكلميني كل يومين تقولي لي انا خسيت على الميزان نص كيلو. لا انا بقول لك اوزني لي على اخر الاسبوع تشوفي النتيجه كامله على بعض تفرحي بيها، مش كل يوم. بالزبط. مش كل وانت رايحه وانت جايه تروحي طالعه فوق الميزان. الناس كلها شاريه ميزان حاطاه في البيت. انا من ساعه كنت كذا، دلوقتي من ساعه وبعد ساعه ايه ده؟ انا هو انا نفس الوزن زي ما انا متخيله ان الساعه دي هتنزل فيها؟ لا انا بوعدك بقى النهارده من فيتارم جلوبال انك هتقدري تخسي في اليوم كيلو بلس، انك هتنحتي الاماكن اللي فيها اي مشاكل في جسمك مضايقاكي. زي ايه الاماكن؟ بطنك، ظهرك، الارضيه، في الكلام ده ما فيهوش مشكله، هننحته ونخلي شكل جسمك مناسب. طب الناس اللي عندها 5 كيلو زياده تزعل؟
قولي لي بقى احنا دلوقتي كل اللي اتكلمنا عليه اتكلمنا على الاوزان العاليه اتكلمنا على فوق ال100 وعلى الاوفر الثاني اللي هو بتاع الناس الطبيعيه اللي هو مثلا ماكسيمم من 60 ل 80 كيلو في ناس بتبقى 60 كيلو على فكره بس بتبقى قصيره بس برده بيبقى عندها مشكله محتاجه تنزل شويه بس بالزبط. بسيط يعني بالظبط وبيبقى عندها بقى اماكن سمنه وضعيه هو ده اللي بيخليها تاخد كورس الدبل تمام طب الناس اللي هي عندها مشكله ان هي عايز تنزل 5 كيلو 6 كيلو بس انا بقول لك هو احنا مش قلنا عرض العيله انا هاخده انا وانتي وماما مثلا وهتاخدي مننا اسبوع هينزلك الخمسة كيلو ده بس كده بس انتي 5 كيلو في اسبوع انا بوعد النهارده الناس الكورس بتاعي بضمان هتخسي في اليوم كيلو حلو جدا يا ريم بجد الكبسولات المره دي مختلفه يا شيف هلا تماما وبوعد الناس ان شاء الله اللي ان شاء الله هينولوا العرض النهارده ان هم يطلعوا معانا على الهواء المره الجايه ويقولوا لنا تجربتهم يا ريت يا ريت والله يا ريم يعني احنا من اول ما هناخد هنبتدي ناخد الكورس هلاقي نفسي من اول يوم ببتدي انزل كيلو في اليوم انت عارفه ده يعمل ايه ده يخليكي تاني يوم تجري على الكورس فين وثالث يوم ورابع طبعًا يوم وايه طبعا وبعدين احنا كمان في رمضان الكورس بتاعنا بيتاخد بعد الفطور انا بعد الفطور دي الفتره اللي احنا كلنا اصلا بناكل فيها بالظبط يعني انا دلوقتي باكل مثلا سي شوربه على الفطور وبشرب كوبايه عصير وباجي الاقي نفسي لا خلاص من كتر ما شربت ميه عشان العطش شبعت فانا بقول لك بقى انت هتيجي على الساعه 9 كده هنشوف تجوعي تجوعي مسوده بقى تجوعي رايحه على الثلاجه جايه على صينيه الكنافه من صينيه الكنافه للمطبخ وايه ونبوظ الدنيا خالص لا انا بقول لك انا هسد لك شهيتك دي من بعد الفطور لحد السحور بس يبقى احنا بنفطر الاول براحتنا بالظبط عادي جدا بالزبط. ومن بعد الفطار على طول باخد الكبسوله تقفل معايا لغايه تاني يوم للفطار لا هتقفل معانا لحد السحور وتفضل قافله معاكي لحد الفطار بس انتي اخر وجبه دي لازم تاكليها طبعا عشان معدلات الحرق عشان السحور بالظبط تاخدي مثلا هتاخدي تيجي على السحور من كتر ما انتي شبعانه تاخدي كوبايه زبادي مفيش مشكله خدي كوبايه الزبادي لحد بقى الفطار تاني يوم وريني هتعملي ايه يعني وريها تعمل الكبسوله تقعد اليوم كله بقى مع الصيام كمان تحرق وتفتت في دهون بالظبط والكبسوله بتاخد مجراها بقى وبتشوف شغلها ايوه رايحه جايه بتفتت في الدهون وبعد الفطار لما بعد الفطار بناخد الكبسوله برضو بناخد النقط وبناخد ناخد الاعشاب في الفتره اللي ما بين الفطار وبين السحور بالظبط احنا بناخد الاعشاب الساعه 10 من غير سكر وبناخد النقط مرتين مره بعد الفطار ومره بعد السحور عشان افضل مشغله معدلات الحرق في الجسم طول حتى ما انت نايم تمام حلو جدا يبقى احنا كده عرضنا النهارده نقوله تاني عرض الشهرين هو كورس وعليه كورس مجانا خصمه 70% 70% عشان نخش العيد بنجيب مقاسات صغننه وحاجات حلوه كده وعرض الثلاث شهور كورسين وعليهم كورس مجانا بيبقى مكون من 9 منتجات وعلشان كده انا بسميه عرض العيله او اوفر العيله نقدر نستفيد بيه كذا حد وعرض الشهرين برضو يقدر يستفيد بيه كذا حد بس يحددوا مع الفريق الطبي اللي انا طبعا بشكرهم كلهم اللي نجاحاتهم الحمد لله باين علينا كلنا طبعا اكيد بصي انا الحمد لله الفريق الطبي اللي عندي يعني عنده كم حالات مش طبيعيه خست وصورها بتطلع معانا والحمد لله دي نتيجه مشرفه فانا بشكرهم جدا طبعا ان هم تعبانين معانا كده وعايزه كمان اقول يا جماعه المتابعه معانا يوميا في رمضان من 9 ل 11 كلمونا في اي وقت هنرد عليكم في الوقت ده علشان خاطر المتابعه بتفرق جدا يا شيف هاله طبعا جدا. اكيد اكيد لو في حاجه غلط لو انا اتصرفت غلط او نسيت الكبسوله او تناسيتها يعني عملت نفسي نسيها كده يعني لو انا في حد قال لي انا اخدت الكبسوله ومش قادره افطر طب يا حبيبتي خدتيها بعد الفطار بس مش قادره افطر يعني ايه مش قادره افطر يعني انا خدتها كنت عايزه اشوف هتعمل ايه شهيتها اتسدت تماما كانت طبق شوربه واخدت الكبسوله بس كفايه قوي اتسدت تماما ما عرفتش تفطر طب انا عايزه اكل دلوقتي اعمل ايه قلت لها خلاص بقى بكره ان شاء الله ناكل مفيش مشكله يبقى احنا يا جماعه بنقول تاني ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه صوروها بالموبايل حطيها عندك او اكتبيها او انقليها دلوقتي على طول بالموبايل وسيفيها عندك على التليفون واتصلوا على طول عشان تلحقوا الخصم بتاع النهارده عرض العيله المقدم من فيتارم جلوبال اللي ريم جايبه لنا النهارده وقالت لنا على كل حاجه في الكورس فنطت لنا بصراحه كل حاجه عندكم ارقام التليفونات وعندكم فريق طبي كامل على اعلى مستوى موجود مستنيكم وفي خدمتكم اتصلوا اسالوهم على كل اللي انتوا عايزينه هيردوا عليكم الشحن للكورس مجانا المتابعه كمان مجانا محدش بيطلب منكم ان انتوا تتحركوا من مكانكم ولا تروحوا لمكان معين ولا الكلام ده كله بالتليفون بيجي لك العرض لغايه عندك بالخصم كمان اللي عليه الخصم الكبير جدا والهديه كمان اللي عليه زائد كمان المتابعه في اي وقت ترفعي تليفونك قولي له انا اقول للدكتور انا نسيت اخد الكبسوله انا مش عارفه بالظبط احنا عايزين نسمعكم يعني تحت امركم ما تتخيلوش قد ايه فبجد بتمنى ان الكل دلوقتي يلا يبتدي يتصل عشان يحصل على العرض بتاع النهارده بالخصم بتاع النهارده
كورسين وعليهم كورس هديه مجانا كورسات النهارده بالخصم 70% وكورس وعليه كورس مجانا والكورس وعليه كورس مجانا ده للاوزان المتوسطه مظبوط ولو في حد عنده مشكله سمنه موضعيه فقط يتصل يسال على كورس نحت المناطق اللي فيها الدهون بالظبط ده موجود برده علشان في رجال ما عندهمش سمنه بس عندهم كرش في بنات برده ما عندهاش سمنه بس عندها مناطق معينه عايزه تظبطها بالظبط ده برضو اللي هو كورس وعليه كورس هديه ده يناسبهم جدا طبعا طبعا وهم هياخدوا الكورس ده ينزلوا كام كيلو الوزن الزياده وينحتوا المناطق دي انا ما عنديش مشكله خالص ان انا انحتها لهم يعني تمام. اشكرك يا ريم ربنا يخليك شرفتيني يا حبيبه قلبي اشكرك اشكركم على متابعتكم الكريمه وان شاء الله يا رب الحلقه تكون عجبتكم النهارده عملنا طاجن الباميه في فقره المطبخ وبعد كده وصلنا للفقره الطبيه وكان معانا عرض مميز جدا جدا من فيتارم جلوبال قدمته لنا ريم النهارده يا رب الحلقه كلها تكون عجبتكم اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى ومن النهارده لبكره سيبكم في رعايه الله.